سلام لكم متابعي الكرام، يا رب تكونوا بألف صحة وسلام. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم الموديل اللي شايفينه قدامكم ده، وهو كول شيل، بس طبعا نص، مش كول كامل. فهيكون معايا باترون الأمام والخلف، طبعا باترون الأمام باترون البنس الكورساج مش الباترون العادي. هاخد المرد العادي. وبعدين هياخد مقاس الكول الخلفي او دوران الرقبة الخلفي، هاخد عرضه. العرض هيكون من 4 سنتي ل5 سنتي، مش هيكون عالي قوي، يعني 4 سنتي هيكون كويس بالشكل ده. طبعا هي كول شيل، فانا الكول شيل الطبيعي ان انا بعد ما باخد المقاس بتاع طول الكول وعرضه بدخل، لا بخرج 1.5 سنتي او 2 سنتي توسيع للكول، بخرج 2 سنتي او 1.5 سنتي بالشكل ده علشان توسيع للكول. وبعدين هاخد العرض الكول ده بالشكل ده دوران لحد ما اوصل للمرد ده. هيكون شكله هو سهل جدا على فكرة، وسهل في تشطيبه برضو. هو هياخد 4 متر قماش، دي البطانة، البطانة برضه هتكون قماش مطبق بالشكل ده. يفضل وانا بقص بطانة الجاكيت او بلطو اقصها وانا بقص الجاكيت، هيكون افضل. طبعا البنس دي هتكون متفرغة وتتقص لوحدها، مش هتتقص بالشكل ده. طبعا علشان اشطب الكول هكون هركب الاول دوران الرقبة الامامي في بعضه بالشكل ده، ده شكل الجاكيت. طبعا هكون مركبة دوران الرقبة الخلفي بالطريقة دي، والبطانة بنفس الشكل برضو. وعلشان اركب البيه اللي موجود في نهاية المرد، هو موجود على فكرة في القناة تركيب البيه، هجيب قماشة بالشكل ده. القماشة دي هيكون عرضها 3 سنتي، وهجيب القطن. القطن ده متوفر على فكرة كتير في محلات بيع مستلزمات الخياطة، وهتلاقوا ممكن تلاقوا بديل لحاجات تانية، يعني لو عايزين حجم اكبر من كده في ادخن من كده او ارفع هتلاقوا حاجات بديلة ليه. هجيب القطن واحطه بالشكل ده في وسط القماش، وهطبق القماش عليه بالطريقة دي.
وهستخدم دواس السوستة، الدواس اللي هو رجل واحدة بالشكل ده. وبعد ما اركبه بالطريقة دي هخيط، طبعا هخيط البيه والقطن الاول مع بعض بالطريقة دي، بحيث ان الابرة تكون قريبة قوي من القطن بالشكل ده. معرفش متشاف ولا ف. وبعد ما خيطه، وخيط البيه والقطن بالطريقة دي كلهم مع بعض، الشريط ده هيكون طوله طول المرد كله يمين وشمال. هاجي جايبة دوش الجاكيت، هركبه بالطريقة دي وهخيطه كله. وبعد ما خيطه هجيب البطانة، دي البطانة طبعا، ده الوش وده وش البطانة، هحطهم على بعض بالطريقة دي. وبرضه هخيط، يعني سهل جدا على فكرة، سهل فوق ما تتخيلوا، بس هو اهم حاجة في بيه القطن دواس السوستة ده، من غير الدواس مش هيطلع مظبوط. بعد ما اخلصه كله طبعا، هيجي عاملة البطانة بالشكل ده. وهيديني الشكل اللي شايفينه ده. طبعا في القماش هيكون مرن وهيكون افضل من كده، بس رغم ان هو ورق بس شكله جميل، انا شايفاه حلو على فكرة. معرفش حضراتكم شايفينه ايه. وبرده من جوه هيكون شكله بالطريقة دي. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى اني اكون قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة، واتمنى انه يكون الفيديو عجبكم. واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصل لكل جديد.